القسم الثالث من يقيم أو من يعين المشركين على الكفار وهو غير مكره، مختار يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره، لكن مع بغض دينهم، بغض دين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر، لولا أنه يبغض دينهم ولا يحبهم لحكم عليه بالكفر. ولذلك من نواقض الإسلام أن يعين الرجل الكفار على المسلمين، ولا يشترط في هذا أن تكون هذا عن بدافع المحبة لدينهم، لأنه لو أحب دينهم كفر ولو كان جالس المسجد، ما يحتاج إلى يعينهم ولا معنى لهذا. وذاك التقييد الكفر المعين للكفار، تقييد كفر المعين للكفار على المسلمين بالمحبة، هذا قول المرجئة ليس قول أهل السنة والجماعة، ولم يقل واحد من أهل السنة والجماعة، إنما قال المرجئة ومن تأثر بهم من المتأخرين، وهذا لا معنى له، هذا لا معنى له، فإن الكفار يقاتلون المسلمين لإبادة دينهم وإبادة عقائدهم وإحلال الشرك محل التوحيد، وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية، وأنت تناصرهم على هذا المبدأ، أنت تناصرهم. على أي أساس الكفار يقاتلون؟ الكفار الصليبيون حين قاتلوا في أفغانستان ماذا يريدون؟ أحلوا الشرك الآن محل التوحيد، وحلوا القوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية، فمن نصر على هذا فهو خارج عن شريعة الإسلام، ولا يعذر بشيء أصلا، هذا ما يعذر بشيء ولا تمس العذر أصلا، لأن هذا أتى بناقص صريح ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. فسواء أحب الكفار أو ما أحب الكفار ما علينا من قلبه، الله جل وعلا علق الأحكام بالأعمال، وأحكام مرتبطة بالأعمال، والإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، إذا انتفى القول صار كافر، انتفى الاعتقاد صار كافر، إذا انتفى الفعل صار كافر، لماذا نفرق بين هذا وهذا؟ فأهم شيء أن يكون الفعل مما يناقض أصل الإيمان، الفعل يكون يناقض أصل الإيمان، فعلى هذا فلا تربط المحبة أو لا تربط المحبة في معونة أو المحبة لدين في معونة الكفار على المسلمين، لأن هذا العمل يناقض أصل الإيمان.